الموحدة والمخرفة أن الموحدة يطلب الشفاعة من الله لأنها ملك لله. يا رب ارزقني شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب ارزقني شفاعة الأولياء والصالحين. والمخرف والمشرك يا شيخ فلان اشفع لي، يخاطب الأموات، والله الشيخ فلان محبوس بعملك، والله الشيخ فلان لا يستطيع أن يزيد حسنة واحدة، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من إيش؟ إلا من ثلاث. ويوجد هنا في موريتانيا في إحدى البلدات مقولة، إذا مرض الواحد في بطنه يصيح يا محمد خرشي أو دعتك كرشي، والله محمد خرشي لا يدري عن كرشك ولا عن ظهرك ولا عن قدمك ولا عن رجلك، أودع نفسك لله. والله تعالى قل وإذا مرضت فهو إيه، والله لا محمد خرشي ولا غيره يشفيك. هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله تعالى لصاحبه. نعم.